ماما هو جدي مال؟ اصل في ورطة وبيعيد حساباته من اول وجديد. ماما اسمعي بقى، انا بحب جدي ومش عايز اخسره. تكسب الخسران يا خايب. راح فين؟ راح اشوف رأفت، يمكن يكون عايز حاجة، او يمكن اعمل اي حاجة اكفر بيها عن ذنبي في حقه. يا واد يا شاب، بعد اذنك. سلامتك يا غرباوي. ها وصلت الحل؟ حل وسطك. هو طلبي صعب قوي كده، محتاج منك التفكير ده كله؟ اما لو ما كنتش راعيت ضميري وسبت لك حاجه تعيش منها انت ورأفت وامال. وعايزاني احرم سلوى من حق امها وافرقه على اولادك، هو ده العدل في نظرك؟ مش عاجبك بلاش. بكره تاخد نصيبها ونصيب جوزها المسجون وترفع قضيه طلاق مضمونه وتروح تترمي في حضن راجل جديد يكوش على كل املاكها. وهو انا حاسبها تعمل كده؟ يا ترى مين يعيش؟ هو احنا هنخلد يا غرباوي؟ وافرضي اني طوعتك وكتبت نصيب سلوى باسم مادي وبوسينة، انت ضامنة انك تفضلي مسيطرة على اولادك؟ طبعا، واظن انت ادرى انا بحكم ولادي ازاي. اصل اوامري لولادي ملهاش عصيان يا غرباوي. انت ناسيه ان بنتك بتحب ابن بهجت ومسيرهم يتجوزوا، وساعتها برضو كل حاجه هتروح لبهجت. ده لا يمكن يحصل ابدا. عموما ده مش موضوعنا. ممكن بقى تقولي قرارك النهائي ايه عشان اعمل حسابي؟ وهتخرجي رأفت ازاي؟ حرباية هيعترف على نفسه؟ لا، واحد من رجالته كان على نفس رحلة الطيران اللي عليها وردة، هيقول ان المخدرات دي بتاعته وهو اللي هربها في شنطة وردة. النيابة هتصدق واحد بيضحي بنفسه كده؟ بلاغ صغير من حرباية على الواد، يتقبض عليه ويعترف ورأفت بقى يخرج بالسلامة ويدخل هو بكل بساطة. يا إما كده يا رأفت بقى ياخد أشغال شقة مؤبدة. ها اخترت إيه يا غرباوي؟ اختار رأفت وأحفادي. بكرة الصبح بإذن الله هطلب موظف الشهر العقاري يجيني هنا، هنفذ كل اللي تأمري بيه. انت عارفة اني ما برجعش في كلمتي ابدا. هايل يا غرباوي، انت فعلا راجل عظيم قوي وبتضحي عشان عيلتك. اتصلي بشريكك خليه يبلغ وينفذ بسرعة. من عينيا. بس أنا ليه سؤال ممكن تجاوبيني عليه بأمانة؟ أؤمر يا حماية العزيز. حرباية برضو كان شريكك في أكل عاصم ابني؟ وحياة الشعر الأبيض الجميل ده، لا أنا ولا حرباية لنا يد في قتل عاصم. أمال مين يا ولد؟ ما هو مش ممكن ما يكون لكيش دخل. أوعدك أقول لك بعد ما تنفذ لي كل طلباتي. ممكن بقى يا جميل تتصل بالمحامي بتاعك عشان يجهز اللازم؟ مش عايزين نضيع وقت. كل ساعة بتعدي على رأفت في الحبس تساوي سنة. أستاذ حمدي، تفتكر مين اللي ممكن يكون سامعني وأنا بتكلم مع خالي عثمان؟
اكيد نهت، ما هي الوحيده اللي ممكن تعمل كده. ما انا عارفها. ربنا يجعله خير يا ابني. ترى مين اللي طالبني؟ جدك طالبنا. جدي؟ طيب طمنوا عليا بالمحسوس كده. ها اسكت، ما تبوظش القضيه. طيب ايوه يا غرباوي بيه، انا معاك. حاضر حاضر حاضر، بكره الصبح ان شاء الله هيكون عندك. هو مين ده اللي هيكون عنده؟ انما ده كله ليه؟ قفل السكه. قفل السكه؟ مين ده اللي هيكون بكره الصبح عنده يا استاذ حمدي؟ ما تفهمني ايه الحكايه؟ يا سيدي جدك طالب موظف الشهر العقاري يجي له بكره الصبح، يظهر هيغير الوصيه او هيكتب حاجه باسم حد جديد. يغير الوصيه؟ يبقى كلام سياده العميد كان صح بقى، يبقى جدي بيتعرض لعمليه ضغط وابتزاز. لا احنا لازم نبلغ سياده العميد فورا، لازم نلحق جدي قبل ما يتورط يا استاذ حمدي. اهدى يا ابني اهدى، هو طالب موظف الشهر العقاري بكره الصبح مش النهارده، يعني قدامنا فرصه نفكر براحتنا. ارجوك يا استاذ حمدي اتصل بسياده العميد دلوقتي حالا، لازم نديله خبر. مش فاهم انا، حد يعمل كده يا اخي؟ احسنك خفيف، اقف مكانك، متحركش. دوسة واحدة يا ابن ولفت ورقبتك هتبقى بتزغرط على الأرض. ليه كده بس يا حسون بيه؟ خلص يالا، أنت عارف أنا ممكن أجيبك إزاي وبجيبك منين؟ المرة الجاية ما فيهاش هزار، فيها خلاصك. طيب طيب، بس ابعد ابعد المطر شوية. ماشي، نبعد المطر. بكرة الصبح هستناك قدام الشهر العقاري، ومعايا العقد ده، هتيجي تمضي عليه زي الباشا وتسجله وتروح على امك بالسلامة. الساعة دلوقتي 10، احنا 12 بالكتير هنكون عندك. يلا سلام. يا سلام، ايه القرارات الخطيرة دي اللي انت عمال تاخدها؟ ما انا بصراحة حاسس بملل، ملل فظيع. يا ابني يا ابني خلاص، ارجع شغلك في التلفزيون وانسى. ما انا واخد اجازة بقى عشان اكمل تصوير الفيلم، ولسه كمان فاضل فيها اسبوع. هرجع بقى وانا عصبي واوتر نفسي زيادة. انا بقول يعني يا ماما نروح عند الغرباوي نقعد يومين نريح اعصابنا ونغير جو. وهم في الظروف الصعبة دي؟ هم مش انا. المهم انا رايح اعصابي بقى، هم يتوتروا زي ما هم عايزين، هم حرين. والنبي يا ماما يلا خلينا نوصل قبل نص الليل. خلاص انا هاجي معاك بس علشان سلوى اطمن عليها، هروح اغير هدوم. ايه؟ راضي؟ الحمد لله على السلامة يا راضي. خرجت امتى؟ لسه نازل من البوكس حالا. كفار اتفضل اتفضل. السلام عليكم يا عثمان. اهلا يا صادق، اهلا اتفضل. كيفك يا عثمان؟ اتفضل يا ياسر اتفضل. انت كمان يا محروس. خش خش. يا اهلا وسهلا يا رجاله. ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده يالا؟ اهل حتتي يا باشا جدعان بولاق، دخل عليا عند خالتي وكان عايز يخلص عليا، قمت رقعت بالصوت وبقدرة قادر لقيت الشقة كلها اتلمت رجالة وكلهم نزلوا عليه حتتك باتتك. تمام يا فندم. احنا رحنا نقبض على ورده لقينا اخينا ده سطيحه واعترف بكل حاجه. مين هو حربايه يالا؟ عبده حربايه، ما اعرفش حاجه غير كده يا باشا. اتفرجتوا على صور المشتبه فيهم مع حضره الضابط؟ ايوه يا فندم، بس ما تعرفش الا على تجار المخدرات اللي بيتعامل معاهم حربايه، وما لقيناش اي صور لحربايه يا فندم. يا سعادة الباشا، ده حرباية هو بحقه حقيقي، أنا عارفاه، أنا اتجوزته 3 سنين وفي الآخر طلع لا متجوزني ولا حاجة. خد الواد ده على الحجز. حاضر يا فندم. وأنت يا وردة أنا عارف إنك ضحية لكن متهمة، فلازم تساعدينا على إن إحنا نقبض على حرباية وسوسن. طب يا بيه لو عايزنا نديك عنوان الشقة أديهولك. إحنا رحنا الشقة وفتشناها حتة حتة، ما لقيناش إلا هدومك، لا فيها حرباية ولا سوسن.
فعلشان كده هنضطر ان احنا نوديكي مباحث امن الدوله. ما تخافيش يعني، هيسالوكي كام سؤال كده وما تقلقيش، وان شاء الله هترجعي بنتيجه كويسه. انت جاي تهددني في بيتي يا راضي؟ لا انا جاي احذرك يا عثمان، لان كان بناتنا اتفاق وانت خنته، وتعطيل مصالحي في الايام اللي فاتت ممكن استعوض ربنا فيه، لكن الخراب المستعجل اللي جاي ممكن اطير فيه رقاب. وألفت جابت الموافقات على شغل المصنع الجديد. راضي هيقف في مصنعه، واحنا التجار اللي بنسترزق على اللي يفيد من التصدير مش هنلاقي حاجه نبيعها، وهنقعد في بيوتنا زي الولايه. خلي بالك يا عثمان، ابن عمك دفع حياته كلها تمن التفكير في المصنع ده، وانت عارف كده كويس. قصدك ايه يا راضي؟ انت عارف مين اللي قتل حسن؟ ما تبصليش قوي كده وتعمل لي فيها عبيط. كلنا عارفين وانت قبلنا عارف، بس بتستعبط. بستعبط ليه؟ بستعبط ليه؟ هو اللي بيجري في حروق ده ايه؟ دم ولا ميه؟ وهتقدر تعمل ايه يا عثمان؟ هاخد بطار ابن عمي وتبلغ الحكومه وتجردرنا تاني وتبهدلنا في سن وجيم. شوف يا بلديه، احنا دمنا حامي ومنستناش حد يغسله لنا. شوف انت يا راضي، البلد فيها قانون، مش معنى ان انا اخد بطار ابن عمي ان اقتل بايدي. ما هو شهاده مش هنشهد، وبهدله تاني مش هنتبهدل. كفايه انك تقول لي وسيب البقى على ربنا. عثمان طول عمره راجل وجد كلمته. اتكلم يا راضي. ألفت حاولت تغرقني في دم عاصم، لكن ربنا وحده هو اللي نجدني ووصلت اسرع من ترتيبها. يعني انت رحت لألفت يوم الحادثه؟ ضحكت عليا واتصلت بيا على اساس ان انا احضر اتفاق بينها وبين عاصم وبيني، ونتكلم بخصوص المصنع، والمصنع ممكن ما يتبنيش في حاله ما اشتري انا المحصول كله بالسعر اللي هو عايزه. كانت عايزه انا اوصل والاقي عاصم مقتول، لكن ربنا كبير سهل لي اموري، وصلت بسرعه عشان اشوف المجرم وهو بيجري بعربيته خايف مزعور. مش عرفك ان هو اللي قاتل بدل ما شفتش الحادثه؟ اللي عرفني اللي حصل بعد الحادثه، ان انا شفت نسيب كله وهو نازل من العربيه وداخل الفيلا، وبعد دقايق لقيته خارج وفي ايده سكينه وهو خايف يا ولداه مرعوب. مش يمكن يكون بهبت هو اللي دخل وقتل عاصم؟ لا لا يا عثمان، لان الرعب اللي كان خارج فيه بيقول انه شاف قتيل مش قتل قتيل. ده غير كمان وهو نازل من العربيه وداخل الفيلا كان داخل كانه داخل يتفسح مش داخل يقتل، لكن التاني كان خارج زي المجنون بيقول انا القاتل، وكان مرعوب وبيجري وركب عربيته وجري. وظن يا عثمان كان عنده نية الأكل. مين هو يا راضي؟ حماد. وظن عنده بدل ال17 القتل عاصم. أجدع سلام لحماد بيه. أنت مين؟ محسوبك المعلم توكل، تاجر خضار وفاكهة بالجملة، عندي محلات كتير في طنطا، وأدي البطاقة والسجل التجاري. انت بقى توكل اللي عايزين نتعامل معاه. محسوبك يا حماد بيه. ايوه بس انا ما سمعتش عنك قبل كده في سوق الخضار يا توكل. ما تسمعش وحش يا بيه، اصل بعيد عنك كنت محبوس 5 سنين في سجن القناطر، واحد رزل ضايقني عملت له عاهة مستديمة. أنا ناقص بلاوي يا لورد. وتقول إيه لمؤاخذة؟ لا ما بقولش حاجة. وأنت ناوي تورد لي إيه إن شاء الله يا توكل؟ جميع محاصيل أراضي الغرباوي بإذن واحد أحد. الغرباوي مرة واحدة؟ أصل بيني وبينك ليا ظهر هناك، مش ظهر وبس، لا ضلع. ضلع مين؟ الله 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 الله، ايه يا حماد بيه؟ هو واكل ولا بحلقه؟
طب فطمنا توكل. خليك جدع. اللي انت عينك عليها يا بيه كنت عايز تجوزها بعد جت لعاصم الغرباوي عشان تحط رجلك في كل املاك الغرباوي يا بيه. انت بتقول ايه انت؟ انت مين انت؟ اطلع بره. على مهلك شويه يا حماد بيه. اعرفك بنفسي وبكل فخر. هاني حرباه يا باشا. جوز الست ألفت اللي كنت عايز تتجوزها لابو اغصى، لكن دلوقتي ما عادتش تلزمني. ما عادتش تلزمني بعد ما بقيت ايه؟ بقيت توكل. يعجبك الكلام ده يا باشا ولا اتكل؟ يا مرحب الداية. ايوه بيه، هو ده حربايه، هو ده انا عارفاه. شوفي ده كمان. مش عارفه يا بيه، شبهه قوي، يمكن هو معرفش. وده برضه شبهه قوي، مش عارفه يمكن هو. هو ده الداهيه. احنا متشكرين قوي يا ورده. يا حضره الضابط. نعم يا فندم. خدها معاك علشان ترتاح. حاضر يا فندم. ياخدني فين يا بيه؟ انا مش فاهمه حاجه. الو، اهلا يا باشا. يعني تعرفتوا على حد؟ افهم من كلام سعادتك انكم هتتولوا القضيه، قضيه تخريب اقتصاد. حاضر يا فندم، هبعت لسعادتك جميع الاوراق الخاصه بالتحقيق. عليكم السلام يا فندم. الف سلامه. ايوه يا شكري، ابعت ملف قضيه عاصم الغرباوي لحضره الضابط دكروري. حماد، حماد هو اللي قتل عاصم. مراد اشترط عليا ان ما اجيبش سيره والا هينكر، لانه متاكد ان لو الحكومه اتهمت حماد هيطلع منها زي الشعر من العجين، وساعتها هيخرج انتقم من راضي. بس انا مش الحكومه عشان الف وادور مع اللي قتل ولدي. انا جيبه وارميه تحت رجليا وقرره لحد ما يعترف بكل حاجه. انا على ما جايبه انا اجيبهولك لحد هنا بعون الله. بس حماد مش سهل، مش سهل ان يعترف على نفسه لمجرد ان راضي شافه خارج من الفيلا قبل ما كانت ما يدخلها. بس قلبي بيقول لي ان راضي صادق وحماد قاتل لانه وارث غل ابوه وعنده اكتر من سبب علشان يقتل عاصم. ايوه، واخرهم العقد اللي انت لغيته معاه، غير الماضي اللي كان بيني وبين ابوه الخاين اللي قبل على نفسه يستورد سماد يسمم بيه الارض ويدمر صحه الناس. انا اللي بلغت عنه. عنده اسباب كتير، الف سبب وسبب تخليه يشيل غله ويغمده في قلب ابني. اكيد هو حماد. أنا من إيدك ديك لإيدك ديك يا عمي، قسما بالله العظيم لو أمرتني إني أقتله هقتله. بس الأول هات البينة اللي براني قدام ربنا. البينة عندي هنا في البيت، ألفت هي بينتي وشركته في قتل عاصم، لها يد في قتل ولدي. جايز ما كانش عندها القوة الكافية تشيل سكينة كبيرة تغمدها في وسط الضلوع، بس أنا دلوقتي بعد ما عرفت ده كله ما عنديش الصبر أستنى إنها تعترف لي على مهلها. هنا؟ أنا وجودي هنا طبيعي، لكن أنت بقى اوعى تفتكر إن حسيبك تحقق اللي في دماغك وتضيع حق بنتي في مراسها. حقها هي ليها حق اللقيطة دي. أنا والغرباوي بكرة الصبح
هنمضي عقود بيع وشراء رسمي وقانوني. هو انا لسه هستنى براس؟ واول عقد هيمضيهولي الغرباوي عقد بيع المصنع، وتاني عقد بيع المزرعه، وتالت عقد بيع جنين الفاكهه كلها، ومن ضمنهم جنينه الفاكهه بتاعت مراتك، وهترجعها غصب عنها. تبقي بتحفري قبرك بايدك يا ألفت. فاكر يا بهجت زمان لما قلت لك مش هطول الشايع؟ اوعي تفتكري ان الغرباوي هيكتب لك اي حاجه لما يشوف رأفت قدامه. الغرباوي ما بيخلفش وعده، هو وعدني ان كل حاجه هتخلص بكره الصبح. افرضي بقى ان رأفت ما خرجش، هيخرج؟ انا بقى هقول للغرباوي ما يكتبلكيش اي حاجه الا لما يشوف رأفت حر قدامه. مش هسيبك يا ألفت، مش هسيبك تضيع حق بنتي في مراسها. زمان المتهم الحقيقي اتقبض عليه وبيعترف. وقبل بكره الصبح هيكون في تليفون للغرباوي بيطمنوه على براءه رأفت. وعشان كده بقى انا قلت لك اني متاكده ان كل حاجه هتتمضي بكره الصبح. برافو، تعجبني قوي ثقتك بنفسك. انت فاكرني عاصم هتهز بتهديداتك دي؟ طب تسمحي لي بقى اهز الثقه دي شويه؟ مش هتقدر، انها جامده ومتينه. نجرب. عايز تقول ان انا ما اتجوزتش عاصم وان قسيمه جوازي مزوره؟ عادي وقديمه، انا اعترفت للغرباوي ما عملليش حاجه. ماشي، تقدري تقولي لي بقى ايه اللي خليكي تزوري قسيمه جواز؟ ملهاش لازمه؟ اديك قلت ملهاش لازمه. لكن ليها لازمه عند واحده زيك عاوزه تنفي التهمه عن نفسها. انفي حاجه ما حصلتش اصلا. انت عارفه شوكه حبيبك هرب ليه؟ لانه محامي شاطر، عارف انه متورط معاكي، لانه مضى على عقد الجواز المزور. ده غير كمان بقى اعترافات ناجي عليكي، وما تنسيش البنت الشغاله بتاعتك لما هربت من البيت جاتلي على البيت بتاعي واعترفت لي بكل حاجه، خدتها من ايدها وديتها لحد وكيل النيابه واعترفت له بكل حاجه، وقالت له على حاجه مهمه، سمعت التليفون اللي كانت مرفوعه عشان تثبت انك كنت موجوده ساعه وقوع الجريمه. انا عندي مليون شاهد يقول اني ما خرجتش. يا وليه تكسفي على نفسك؟ امال كتبت كتب الكتاب في البيت ازاي؟ كل ده ما يهمنيش، المهم ان انت وبنتك ما تطلوش حاجه. في حاجه صغيره قوي نسيتيها يا مدام، بصمات ايديكي اللي لقيوها على اكياس المخدرات اللي متهم فيها رأفت. يعني كده رجليك جايه في القضيه، كده او كده. يا ترى لسه واثقه من نفسك يا ألفت يا بنت الحوتي؟ باذنك. أنا آسف يا رأفت، أنا السبب. لو كنت جيت تقول لأخوك بدل ما تروح تبلغ أمك كنت اعتبرتك راجل بجد تخاف على أخوك وبتحبه. أنا ما كانش قصدي، أنا كان قصدي بس أطمن أمي. ما خطرش في بالك إن ممكن حرباية ده يهجم عليا بدل البوليس ويقتلني؟ كنت هتبقى فرحان قوي لما أخوك يتقتل بسببك؟ صدقني يا رأفت أنا ما فكرتش في أي حاجة. أنا قلت بس هفرح أمي إن كابوس انتهى. أنت ما تعرفش حرباية ده إيه؟ ده كابوس بجد. آه، تقوم تحط أخوك في الكابوس ده وتطلع أمك، ما هي دي الرجولة. خلاص يا رأفت، أنا مستعد أدخل معاك جوه وأعترف إن المخدرات دي بتاعتي أنا لوحدي،
وانا اللي حطيتها في خزنتك. عزومة مراكبية؟ لا والله، انت اخويا الكبير وانت الاصلح مني للعيلة كلها. انا من غيرك هضيع واضيع كل حاجة، انما انت هتحافظ على كل حاجة. اخيرا حسيت بكده. ماشي، انا موافق انك تخش تقول وكيل النيابه الكلام ده، وانا هقول له ان اداره المزرعه مشتركه ما بيننا، ما احنا اخوات. خلاص، وانا هعترف بكده. طب انا مش اخوكم، انا مش اخوكم، اخش انا ليه؟ طيب انت صبرك عليا لما اخرج لك يا كلب. رفض بيه قدام الضابط يا رفض بيه، والمسؤول عن كل حاجه والمفاتيح مع رفض بيه. بس انا ماليش. مش كده متهم رفض عاصم حامد الغرباوي ومحسن سالم نصر الله، وانا متهم معاهم. ما بلاش. لا رفض، لازم اصلح غلطتي واعترف بان انا المسؤول عن كل حاجه. يلا يا اولاد الغرباوي ادخلوا كلكم وتعزموا جوه. مين فيكم رأفت عاصم حامد الغرباوي؟ أنا يا فندم. أيوة يا فندم، بس أنا المتهم الحقيقي. حامد عاصم حامد الغرباوي أخوه وشريكه في إدارة المزرعة، وأنا اللي حطيت الشنطة في الخزن. يعني بتعترف إن الشنطة اللي تم ضبطها بتاعتك؟ أيوة يا فندم، بتاعتي وكانت في عربيتي دايما للطوارئ. وكنت شايلها في الخزن ليه المرة دي؟ إيه، ما عندكوش مطبخ ولا أوضة قرار في بيت الغرباوي؟ نعم فندم. رد. انا مش فاهم حاجه. انت عارف الشنطه اللي تم ضبطها دي فيها ايه؟ ايوه يا فندم، فيها بودره. سكر بودره. سكر بودره على نشا بس للمواشي يا فندم. امال قلت ليه لظابط المباحث انه هروين؟ يا فندم، ظابط المباحث لما اقتحم عليا المكتب حسسني ان انا تاجر مخدرات، فبقولها تريقه يعني. هو بقى خد كلامي ده على انه اعتراف رسمي، ما كلفش خاطره حتى انه يشوف في الشنطه ايه، ومن ساعتها يا فندم وانا بتعامل كاني متهم. وليه كنت شايل السكر في الخزنه؟ انا حر يا فندم، وبعدين ده سكر طبي بنخلطه بالميه للمواشي في حالات معينه، والدكتور بكري هو الدكتور البيطري اللي موجود في المزرعه كان دايما بيشيل السكر ده عندي، لان المساعد الغبي بتاعه كان بينسى وياخد من السكر ده ويحط في الشاي ويشرب، ويوميا كان جايب لي السكر وانا كنت مستعجل جدا فشلته في الخزنه مؤقتا. ادي كل الحكايه يا فندم. زي ما سعادتك شايف كده، مفيش جريمه اصلا. معيش حاجه يا عمي. متشكر يا عثمان، خليك في البيت لغايه ما اتصل بيك. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عم كل دي ودوده مع عثمان؟ خليكي في حالك. بابا كان عاوز حضرتك وما رضيش يمشي لما يقابلك. هو فين؟ روحي ناديله يا بنتي. حاضر. ايه يا ألفت؟ انت ما جوعتيش ولا ايه؟ ودي هتجوع ليه؟ دي قاعدة تاكل في روحها من صباحية ربنا. مالكيش دعوة بيها. خليكي في حالك. عايزك تحضري العشاء. عندي اتنين ضيوف لازم ياخدوا واجبهم. الظاهر انهم هيبقوا أربعة يا عمي. حاتم ابني وسعاد جايين يطمنوا على رأفت. البيت هنا يسع من الحبايب ألف. لا، والمصايب ألف برضو. بعد إذنك يا عمي، هم عايزين يقعدوا في الاستراحة. تقولش الاستراحة دي بقت مصيف راس البر. خلاص كتمت، هسكت خالص، كتم على نفسي يا عمي، مش كفاية ابني مسجون؟ ما تزعلش من أمال، انت عارفها كويس طبعا يا باكت. طبعا عارفها، وعارف كمان ألفت، مش كده يا مدام؟ يا ألفت ساكتة ليه؟ وولادك فايتينك لوحدك ليه؟ مادي راح يزور رأفت أخوه عشان ما راحش معاكو، وبوسينة بتحاول تذكر لها حاجة فوق.
طيب ما دام انت فاضيه كده تعالي نقعد سوا في المكتب، عندي كلام عايز اقوله لك. لا انا مش فاهم اي حاجه، بالراحه بقى كده وواحده واحده وفهمني عشان انا هتجنن دلوقتي. المخدرات كانت جوه الشنطه فعلا وعملوا اللعبه دي كلها عشان خاطر جدي؟ انت بتهزر يا ابني انت، هي الحاجات دي فيها مجامله؟ بص انا هفهمك، بس عارف يا مادي لو فتحت بقك بكلمه واحده هقتلك. خلاص يا رافض، خلاص انا اتعلمت. طيب شوف بقى، انا اول ما خدت المخدرات بعد ما الست والدتك ما خبيتها رحت واخدها وطالع على طول على مكتبي قبل ما الشمس تطلع، ورحت متصل بالاستاذ حمدي المحامي قلت له اتصرف صح ازاي، قال لي خليك مكانك ما تعملش اي حاجه وانا اللي هتصل بيك. كان هو بقى اتصل بمدير امن الغربيه ورتب معاه كل حاجه. امال الدوشه اللي حصلت دي لازمتها ايه؟ كان كل غرضهم ان صاحب المخدرات الحقيقي يجي عشان ياخد المخدرات بتاعته فيتقبض عليه متلبس، لكن لما حربايه بيه بقى بسلامته بلغ البوليس اضطروا انهم ياخدوا المخدرات ويرتبوا الخطه جديده. خطه ايه؟ سألنا انا عن حربايه ده، انا شفت الرعب كله على ايده. المهم خروجي براءة بسهولة كده هيوصله مع المرشدين بتوعه، وأول حاجة هيفتكرها طبعا إن أنا خدعت البوليس ومخبي المخدرات في حتة تانية، والاحتمال التاني إنه ممكن يفتكر إن جدي بوظ القضية علشان ينقذني. بس العميد جلال العشري بقى قال لي إن أنا لازم أتصرف على أساس إن أنا مخبي المخدرات في حتة تانية. وهو الهيروين فين؟ معاك؟ طبعا معاه، وهو هيطلع شاطر ويسلمهولنا. الله 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 الله، أنت تاني؟ تاني وتالت، اي حد فيكم هيفتح بقه دمه هيغرق العربيه. مين دول يا مادي؟ دول اللي شغالين مع حربايه، يحسونا بيه يحسونا بيه. احنا مش اتفقنا هنتقابل الساعه 8 الصبح عشان اسجل لك الارض؟ صح، بس الارض دي بقى حبيبي بتاعتي انا، لكن المخدرات بتاعت حربايه بيه، وانا ما اقدرش اقول له لا. يعني الارض انا اخدها حلال عليا والمخدرات بتاعته حرام عليه، ملناش دعوه. ايه ده؟ ده البوليس! بوليس! ايه ده؟ شفت الفيلم الاكشن اللي انا فيه؟ اكشن؟ ما هو معرفة امك. سوق سوق يا فندام سوق. الموبايل بيرن، ارد؟ ردي. ده حربايه اكيد عنده اخبار عن القضيه ورأفت. ان شاء الله يصدق. الو، ايوه حربايه. لا قاعدين انا وهو بنتفق على كل حاجه اهو. ايه؟ مش معقول. طب اجل كل حاجه لغايه بكره الصبح، ما الغرباوي يوفي وعده معايا الاول. خلاص طيب طيب يا حرباي. الله، قلت لك ما تقلقش. في ايه؟ الو، انا الغرباوي يا حرباي. خليك راجل وتعالى لي نقعد مع بعض نتكلم راجل لراجل، عشان انا ما بحبش واسطه الحريم. خليك راجل وتعالى قولي انت ايه اللي انت عايزه وايه طلباتك وانا هنفذها لك. كويس انك عملت معاه كده عشان اتقي شره. يا ما امثاله فركتهم بين صوابعي. بس هو وفى بوعده معاك، وانا كمان وفيت بوعدي، ورأفت كلها شويه وهتلاقي داخل. ما قالش كده؟ قال لي انا والله، وعشان تطمن هخليك تكلمه بنفسك. الو، ايوه يا مادي، رأفت معاك؟ طب خليه يكلم جده. لا لا، ده انا 10 ثواني واكون عندكم. طيب طيب خلاص، اوكي، باي باي. ايه ما لقيتهوش؟ داخلين حالا بالعربيه دلوقتي.
الحمد لله على السلامة يا ولدي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا جدي. مش قلت لك يا جدي ما تخافش وتطمن؟ أما يا جدي رأفت ده طلع حتة ولد. تصدق الشنطة ما طلعش فيها مخدرات، طلع فيها سكر بودرة ونشا. يعني ما حدش شال عندك التهمة ولا حاجة؟ تهمة؟ تهمة إيه يا جدي؟ هي حياسة السكر والنشا دلوقتي بقت تهمة؟ ده على أجل المواشي يا جدي. وبعدين وكيل النيابة اقتنع بكده. دي القضية اتطبخت بقى. لا يا مرات أبويا، القضية ما اتطبختش. أنا اللي كنت عامل حسابي لأي غدر. عشان كده يا جدي كنت مجهز شنطة مخدرات مزيفة. ولا أنت فاكراني عبيط يا مرات أبويا علشان أشيل مخدرات بجد في الخزنة بتاعتي؟ طب فين المخدرات؟ حرباية اتصل وهيموت عليها. ايوه يا امي، ما هو سلط علينا رجالته، طلعوا علينا ورقفه تتهجموا علينا في الطريق. الكلب. طب ادخل فرح امك، وانت يا مادي ادخل مع اخوك، عشان انا لسه عايز اكمل كلامي مع الست ولفت. يا حبيبي يا دنوريات، وحشتني وحشتني يا رأفت. انت اللي وحشتني اكتر يا ست الكل. يا حبيبي يا نور عيني، على بي يا قلبي يا قلبي. عودي يا ولفت. عودي يا جلابة الهنا. أفهم من كده إنك ناوي تخلف وعدك معايا؟ خلاص يا ولفت، الطوق اللي كنت حطاه على رقبتي اتفك، وما بقاش قدامك غير إنك تقر بالحقيقة. حقيقة إيه؟ ابني اتقتل إزاي؟ وإيه اللي حصل ليلتها بالظبط؟ من ساعة أمال ما شافتك وانت خارجة متخانقة مع عاصم من باب الفيلا لحد جوازك المزيف. أنا كل اللي أعرفه قلته في النيابة. بس أنا مش النيابة، أنا أبو القتيل وعارف مين اللي قتله، بس عايز أسمع منك التفاصيل عشان لما اخد نفس بنفس يبقى من غير حرمانية. انا ما اعرفش حاجة. انت فاكر ان ليه يد في قتل عاصم؟ انت عارفة اللي قتله وتسطرت عليه عشان ليكي مصلحة معه. والله ما اعرف مين اللي قتل عاصم. فاكرة اني هصدقك؟ انت لازم تصدقني عشان هي دي الحقيقة. والله العظيم وحياة ولادي ما اعرف مين اللي قتل عاصم. انا خرجت مرعوبة من الفيلا لما شفت عاصم مقتول قدامي، بس ما اعرفش قتل ازاي. وايه اللي وداكي هناك ليلة الحادث؟ انا كنت جوه الفيلا ساعة ما اتقتل عاصم. كنت فوق في اوضة مادي ابني، وعاصم كان عارف وسامح لي. وإيه اللي طلعك أوضة مادي؟ يعني أقول لك بس ما تضحكش عليا. كلمة ألفت، ما بياش مرار. أصل عاصم كان كارهني وفشلت كل محاولاتي إنه يرجع لي. أغريته عشان يعني يحن ويرجع لي، مرضيش. هددت بالمستندات اللي معايا بتاعت قضية الحجر اني هديها لحسين درويش، يعني يخسروا الانتخابات، برضو ما رجعش على في دماغه. قلت له نتجوز عرفي في السر، يعني من ورا باباك عشان انت ما تعرفش، برضو ما رضيش. ما بقاش قدامي غير حاجة واحدة بس،
يعني اللي هي السحر عشان يحبني ويرجع لي. احكي لي بالتفصيل من ساعة ما روحت البيت.